عند الشعب يا سيسي وراك. مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض. وإذا استدعى الأمر أن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها وللمجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل.